كل وقت في كل ظرف الخير أمامك. تروح للبيت تشوف ابنك أو تشوف بنتك، سلم عليها، ماكو داعي للتكبر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسلم على الصبيان، صبي يشوفه يسلم عليه، هذا خير. تشوف طفلك، قبل هذا الطفل. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قبل طفله كتب الله 500 حسنة. تقبيل يوم القيامة. في الحديث الأم تجي إلى ابنها: أنا تعبت عليك، أنا سهرت عليك، أنا أمك، أنا إلي حق، اعطيني حسنة واحدة. ما تعطيها، ماكو هناك ونفساه، هناك بعد لا أبو ولا أم ولا زوجة ولا زوج، كل شيء ماكو. اتقبل طفلك 500 حسنة، شلون كرم من الله، شلون نعمة. تعطي لفقير مالا حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. حبة درهم تطي، الله يطيك يوم القيامة 700 درهم، وربما يعطيك 7 ملايين درهم. تبسمك في وجه أخيك صدق. شفت أخوك مغتم، فرج عنه هذا الهم، هذه صدقة وهذه حسن. ضحكك في وجه أخيك حسنة. إزاحة الأذى عن الطريق حسنة. سبحان الله حسنة. لا إله إلا الله حسنة. حسنة، كل خطوة، كل دقيقة، كل لحظة بإمكانك أن تكتسب خيرا. لذلك حقيقة واحد يقضي هذه الآنات، دقات الساعة، صوت هذه العقارب، صوت الزمن المتلصص. هذا الزمن دا يروح دا يشرد، كل تك يقول أنت تصغر. أكو حديث طريف عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، يقول أكبر ساعة يوم يولد الإنسان، هذا أكبر عمره أكثر. ليش؟ لأن عنده 70 سنة. كل ما يكبر أكثر عمره يقل، لأن الآن إذا واحد عمره 40 عام شنو معناته؟ 40 عام يعني بقال 20 عام إذا يبقى طبعا، يعني هواي ما بقى شيء. فإذا هذا دا يصغر يوما بعد يوم. بعد 40 في كل يوم تموت، كما يقول بعض العلماء، تموت 1000 خلية من خلايا المخ والأعصاب. الذين تجاوزوا 40، أبناء 40 زرع قد دنا حصاده، هذا الزرع اللي معد للحصاد. أبناء 40 زرع، هاي رواية، قد دنا حصاده. كل يوم كما يقول العلماء 1000 خلية من خلايا المخ والأعصاب دا تموت، يعني هذا البدن دا يتحلى دا يروح. فإذا الإنسان يغتنم هذه اللحظات لعمل الخير.